الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، صنع ابن ماجه كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء. هذا أدب من أداب الدعاء، هيئة من هيئات الدعاء، وهي من أداب الدعاء من أجل من رام أن يستجاب دعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، حدثنا أبو بشر بكر بن خلف. بكر بن خلف أبو بشر البصري ختن أبو عبد الرحمن المقري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة. نعم، قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ابن إبراهيم السلمي مولاهم البصري، ومن الثقات ثقة ابن معين وغيره، وظهر ابن حبان في الثقات. عن جعفر بن ميمون، جعفر بن ميمون التميمي أبو علي البخاري قال: ليس بشيء. أبو حاتم الرازي قال: صالح أحمد قال: ليس بالقوي في الحديث. قال عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي من الثقات الأثبات. قال عن سلمان، سلمان هو سلمان الفارسي خير من فيها، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، سبحان ربي العظيم، إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. وبسنده قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان أبي سفيان، وثق ابن معين وقال: ليس به بأس. أبو زرع الرازي أيضا قال: قال ثقة، وقال له حديث منكر. نعم، وماذا بعد؟ قال: حدثنا عائذ ابن حبيب العبسي، وهو من الثقات، وثق ابن معين وابو حاتم الرازي وغيرهما. قال عن صالح ابن حسان النضري، صالح ابن حسان النضري ضعيف جدا وعلة الحديث، ابو حاتم الرازي قال: حديث ضعيف الحديث منكر الحديث، البخاري قتله قال: منكر الحديث، هذا اجهاز، والنسائي قال: في ضعفها قال: متروك، أو قال: ضعيف جدا. عن محمد بن كعب الكرضي من الثقات خارج التابعين، ولذلك قال أبو زرعة ثقة، ابن معين قال ثقة. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه، عبد الله بن عباس هو من العبدلة الأربعة من السبعة المكثرة عن النبي الأمين ترجمان القرآن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفك، ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. أولا، الحديث الأول مهم جدا، وفيه أن يستيقن المرء إن رفع يديه لربه جل في علاه، وأن يدعو أن الله جل في علاه يستجيب دعائه، كما هو الأصل والتأصيل العام. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا. وللدعاء أداب حتى يستجيب الله جل في علاه. من ضمن هذه الأداب أيضا هو أن يرفع المرء يديه لله جل في علاه، مبينا ضعفه وعجزه ومسكنته، وأيضا حاجته وفاقته لربه جل في علاه. في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، فوصف الله بالحياء، وهي صفة من صفات الله جل في علاه، من صفات الذاتية لله جل في علاه. وقد يقال بهذا الباب على مسائل الصفات الفعلية، لأنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق. نعم، وأيضا وصف أبو الكرم سبحانه جل في علاه، فكرمه عطاء سبحانه جل في علاه، وحياؤه عطاء، ولذلك جمع بين الحياء وبين الكرم. فانظر إلى حياء الله جل في علاه، حياء كرم، لأنك ترفع يديك فيعطيك ما فيعطيك سؤلك، حياء كرم وحياء مغفرة. نعم، وحياء إحقاق الحق. وانظر، يقول: يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين. وهنا الشاهد من الحديث قال: يرفع يديه، فيها رفع اليد، وفيها دلالة على أن رفع اليد يكون من العبد سنة، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليد. كان النبي إذا قنط في الصلاة رفع يديه، وكان إذا دعا رفع يديه، لما دخل عليه الرجل في الاستسقاء فقال: ادعو الله لنا، رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وأيضا في دفع البلاء كما قلنا في الاستسقاء وفي غيره،
أنه يجعل بطون اليد الأكف يعني إلى الأرض وظهور اليد إلى السماء في غير هذا في الاستسقاء أو في رفع البلاء. أما في كل دعاء فإنه يرفع يديه ويجعل الكفوف أمام وجهه. نعم. أما الحديث الثاني قال إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفيك, يعني اجعل بطون الكف إلى السماء ولا تدعو بظهورهما. وقلنا الدعاء الذي ورد بظهور الكف هو دفع البلاء, في دفع البلاء في الاستسقاء. فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. وهذا حديث ضعيف. احنا بينا عايز حبيب بينا العلة, علة متروك الحديث, فالحديث معلول والحديث ضعيف لم يصح. لكن هناك من حسن هذا الحديث وأخذ بتحسينه وقال به, فهنا يقول الإنسان فامسح بهما وجوه, فامسح بهما وجهك, فلا إنكار على من يفعل ذلك. يعني من رأيناه يرفع يديه ويدعو الله جل في علاه طالبا راجيا متمسكنا أظهر فاقته لربي جل في علاه ومسح بوجهه, فهنا المسح بالوجه هنا لا إنكار فيه. نضعفه, نعم نضعفه, لكن لا إنكار فيه, لأن المسألة ثابتة على حديث مختلف فيه. وإن كنا نقول بضعفه وندين الله بأنه ضعيف لم يصح, لكن من قال بالتحسين وقال هو قريب فلا إنكار عليه إن أخذ به. صراحة كنا في بادئ الالتزام نبدع الناس وأستغفر الله أستغفر الله, غلظة وجفوة كانت لقلة علم. ما أروع العلم, ما أروع العلم في تأليف القلوب, وما أروع العلم في اصطفاف الناس جميعا عملا لدين الله جل في علاه حتى لو وجدت الخلافات بينهم. الله المستعان. إذن كل النزاعات التي نراها مقطعة الأوصال فيها هوى, هوى النفس متحكم, ليست مسألة على العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. عامة نحن لا نقول بمسح الوجه, ولكننا نقول بأنها حديث ضعيف ولكن مختلف فيه, فإن صح قلنا عليه, قلنا به. نعم. الفوائد المصمتة. إثبات الحياء لله جل في علاه قديمة النوع حديث الأفراد. أرقى الناس منزلة أعظمهم أدبا, ما خاب من دعا ربه, ما خاب من دعا ربه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.